وخليني أبدأ معاك برحيل شريف. خبر كان بالنسبة للبعض مفاجأة، خبر كان بالنسبة للبعض متوقع. من وجهة نظر أحمد عادل، إزاي بتشوف خروج محمد شريف من قائمة الأهلي في بداية الموسم الجديد، وشايف إزاي فرص شريف في الدوري السعودي، خصوصا مع أنت شايف طبعا الأندية في السعودية خصوصا الأربعة الكبار بيعملوا إيه، وفرصته على التألق والنجاح مع الخليج السعودي؟ أكيد ما فيش شك، هنتكلم في نقطتين، سواء نقطة طموحات شريف وأهدافه ورجوع حتى المستويات، إن هو ممكن يغير وجهته شوية عن النادي الأهلي، لكن ما فيش خلاف على إمكانيات شريف وإمكانياته الفنية والبدنية وإمكانياته حتى في إضافة لأي فريق إن هو يبقى موجود فيه. لكن على المستوى الشخصي شريف كان مهم إن هو يطلع زي يغير وجهته، يبقى باب ان هو ان شاء الله يرجع لمنتخب مصر تاني ويتألق تاني، ووارد ان هو يرجع النادي الاهلي تاني. لكن اي لاعب داخل النادي الاهلي بنتمنى له التوفيق. خروج حمدي فتحي كان خروج كبير برضو من باب الكبير النادي الاهلي، خروج محمد شريف ده كل اللعيبه ده لا يقلل من مستواها واضافتها لفريق النادي الاهلي. على المستوى السعودي اكيد، على المستوى الدوري السعودي اكيد هيبقى في تطور لاداء شريف بشكل كبير جدا، نجوم عالميين داخل الدوري السعودي. اتمنى ان شريف تكون بوابة كبيرة لي ان هو يرجع لمستواه تاني ويبقى موجود داخل منتخب مصر. اكيد الخبر نفسه كان مفاجأة بالنسبة لك؟ بالنسبة لي كان مفاجأة، بالنسبة لي كان مفاجأة، لكن مش يعني انا عارف ان كل حاجة داخل النادي الاهلي او اي قرارات داخل النادي الاهلي بتبقى في سرية تامة، لكن اعتقد ان الجماعية في الاداء اللي بيأدي بيه مستر كولر على المستوى الجماعي ممكن ما يأثرش بشكل كبير جدا، لكن على مستوى شريف لا، هو فرود مهم كان موجود داخل النادي الاهلي، لكن دي بتبقى حاجات داخل منظومه النادي الاهلي. اتمنى له التوفيق فيها، خطوه مهمه اكيد ليه قبل ما تكون للنادي الاهلي. اتمنى له التوفيق ان هو يبقى موفق ان شاء الله ويرجع لمستوى تاني واحسن ان شاء الله. تسمح لي اعلق بس على بعض الناس اللي هاجمت شريف على قراره بانه، او هو مش قراره لوحده الحقيقه، هو قرار مشترك بين اداره نادي الخليج وبين اداره النادي الاهلي وبين رغبه محمد شريف، لانه في ناس جابت له يعني كلام اتقال على لسانه قبل كده في حوارات او في تصريحات تلفزيونيه، انه لما سالوه على الناحيه الماديه والولد كان في التوقيت ده بيقصد انه الفلوس مش كل حاجه، لما قال الجنيه في الاهلي يساوي 20 في اي حته تانية، ناس رجعت قالت عليه دلوقتي ان الدولارات ومش قصه، مش كده خالص يا جماعه. والقصه في النهايه هي قصه انتماء. الولد عبر على فكره انه اذا ما كان وجوده في النادي الاهلي مرتبط بماده، فهو التفكير في الماده هو اخر حاجه، لكن ده مش معناه او ينفي بقى شكل من الاشكال. وده حصل مع حمدي وده حصل مع علي لطفي. حمدي خرج للوكره مثلا ومقابل مادي كبير جدا بناء على انه كان في اتفاق بين الاطراف الثلاثه. ففي النهايه احنا في عصر احتراف، ومش معنى انه بيقول انه انتمائه للاهلي يجي فوق الماده انه في يوم من الايام مش ممكن ياخد تجربه ممكن تضيف له وتضيف لنادي الاهلي وتضيف لنادي الخليج في نفس الوقت. يا استاذ احمد، يمكن لو نرجع بالذاكره او لو الناس هتركز في الموضوع ده بشكل كبير، يمكن انا عشت الفتره دي كنت داخل النادي الاهلي. مجالس ادارات النادي الاهلي ما بتقفش قدام مصلحه لاعب، يعني حتى لو هتقدر تساعدك ان انت تطلع تستفاد ماديا، وده كان في اكبر يعني اكتر من مثال كتير. حصلت مع بوتريكا وحصلت مع احمد فتحي بالاخص، انا بذكر اسماء. أي. ان انت تقدر تستفيد ماديا، انت اديت النادي الاهلي كتير حتى لو انت عندك ان انت ممكن تقدر تستفيد ماديا. نفس الحكايه حتى موضوع حمدي فتحي كده، حتى لو هتلاقي حمدي ان ممكن النادي الاهلي يوافق على المقابل المادي بحيث ان هو برده النادي الاهلي يستفيد وان حمدي يستفيد. وحد ينكر انه موسم حمدي الاخراني ده مع كولر هو افضل موسم لحمدي فتحي في طوال مشواره مع النادي الاهلي، او واحد من افضل مواسم حمدي مع في مشواره مع النادي الاهلي؟ هو خلاص، ما هو انا بشوف ان الموسم الاخير هو احسن مواسم حمدي فتحي مع النادي ورغم الاهلي. ورغم كده الاهلي ما وقفش قدام رغبه حمدي في انه ياخد تجربه احتراف حتى قبل الموسم ما يخلص. انا بقول لحضرتك يعني تجربه الموسم احتراف بتاعنا احنا طبعا، مش الموسم بتاعنا، لا لا، يعني بنتكلم في تجربه احتراف، وبرضه بيبقى في حته طبعًا مراعاه طبعًا ان ممكن يطلع يستفاد ماديا، ما فيش طبعًا مشكله طبعًا. فهو ده يعني كيفيه تعامل مجلس الاداره مع المواقف اللي زي دي، بيبقى ما عندوش مشكله خالص.